اسلام كوراحي محلل رياضي. نظري تنظن ان الالتحاق دياز اضافه مهمه وكبيره بالنسبه للمنتخب المغربي. اكيد ان اي منتخب في افريقيا ولا في حتى في العالم يعني يرغب ان يكون عنده نجوم. لاعب كدياز كان مطمح ديال الجامعه منذ سنوات وهي تبحث تجري وراء انه يلتحق بالمنتخب الوطني منذ عهد هيرفي رونار، بل ان حتى قبل يعني كانوا مكشافه ولا منقبين ديال كانوا قبل ما كانوش في الجامعه بحال ربيع تيسكا لاتيكسا اللي كان في مرصد المحترفين. هذا من اسماء والناس اللي كانت تشتغل على النجوم اللي كاينه في اسبانيا، وكاينين اسماء اخرين كانوا تتعقبهم. كان الاسم ديال ابراهيم دياز من العناصر اللي كان يتم التعقب ديالها من خلال بعض الكشافه ديال الجامعه من 2018 كما قلت لك، وكان السعي وراء انه يضم ابراهيم دياز للمنتخب. الان بعد انه صراحه ما لقاش يعني التجاوب مع المنتخب الاسباني، ولكن في الاخير هو خسر المنتخب المغربي. هناك من يقول انه مثلا ان ابراهيم دياز اختار المغرب حتى يعني من اسبانيا ولا لانه المغرب غراه، ولا كاين هاد الاسئله تطرحات وهي مشروعه، ولكن تبقى الرهان الرياضي بالنسبه لابراهيم دياز في الاخير. انت ملي تستقطب لاعبين يعني مزدوجي الجنسيه اكيد عندهم واحد الثقافه والبيئه عاشوا فيها، ما يمكنش نقولوا بسهوله غيختاروا المغرب. خصنا نتقبلوا هذا الامر. بالنسبه لابراهيم دياز الا عرفنا نوظفوه مزيان اكيد غيكون اضافه مزيانه للمنتخب المغربي. تنتمنى ان والدي يحسن التوظيف ديالو، لا هو ولا الياس بن الصغير، كاع النجوم اللي كاينه دابا الان الصاعده اللي اختارت المنتخب المغربي. انا مع يعني اختيار هاد النجوم للمغرب وهاد الاستراتيجيه اللي فيها الجامعه، ولكن مع كذلك الاعتماد حتى على التقويه ديال التكوين في المحلي باش يكون عندنا الاختيار، قاعده الاختيار تكون اوسع. هذا هو اللي بالنسبه لي التصور لهاد الدرجه اللي وقعت لابراهيم دياز، اللي هو صراحه نجم مميز، لا في ميلان لما كان، لا في السيتي لما كان في البدايه ديالو، ولا حتى في مالاغا فاش كان تكون، وحتى الان في الريال مدريد. انت الكل شاهد كيفاش دار موسم، بدايه موسم جيده، بيلينغهام تيكون دائما بديل جيد، في بعض الاحيان الان قبض على الرسميه ديالو. ابراهيم دياز انا تنقول عرفنا كيفاش نوظفو، نتمنى انه يقدم داكشي اللي تيقدمو مع ريال مدريد مع المنتخب، والتوليفه والقالب التكتيكي والتقني يكون دائما موالم، انه ابراهيم دياز يفجر دوك المهارات ديالو الموهبه ديالو، ونفوزوا معاه بشي لما لا لقب كاس افريقيا ان شاء الله 2025، ونمشيو معاه بعيد في 2026 و 2030 في كاس العالم. ويد اعطار اطار في جمعيه سبورتينغ سالا، كنشوفوا قدوم اللاعب ابراهيم دياز للمنتخب الوطني اللي هو ايجابي بحد ذاته، وبواب اللاعبين الاخرين انهم ما يترددوش في انضمام المنتخب. هذه من جهه، من جهه انه واش غادي يعطي اضافه للمنتخب ولا ما غاديش يعطي اضافه. هادشي كيرجع للنوعيه ديال الدوري اللي ربما غادي يلعب فيه، واش غيلعب في افريقيا ولا في اوروبا. كنظن ان اللاعب ابراهيم دياز في لاكاليتي ديالو، في نوع ديال لاكاليتي ديالو، كنظن ان في الاجواء الافريقيه ما غاديش يعطينا كيف ما كنشوفوا في ريال مدريد. مي كنقول ان شاء الله الا تاهلنا لكاس العالم ولا تاهلنا البطولات اللي ربما اوروبيه ولا حتى خليجيه، كنظن انه غيعطي الاضافه اللي ربما واحد اللعاب ما كناش كنحلموا به، غيعطي شي حاجه الاكثر، لانه هو ما جايش مرغب للمنتخب، مي جاي يعني عن اقتناع، يعني جاي باش يشرف الرايه المغربيه، جاي رغم الضغوطات اللي تمارست عليه من طرف المسؤولين الاسبان. هادشي ماشي سهل صراحه، حنا كمغاربه هادشي ماشي سهل، ان واحد كيمشي لواحد البلاد اللي ربما كيمشي لاوروبا وتكون في اوروبا واوروبا كتعطيه كل شيء، وفي الاخير كيجي كيبغي البطاله بالمغاربه. يعني الصراحه هذا ماشي اي لاعب يقدر يدير ياخذ هذا القرار. هذا يعني مادام خدام هذا القرار، مادام راه هو ولد الناس وباغي يعطي شي حاجه كثير ان شاء الله للمنتخب الوطني. تنشوف هذاك التريونغل ديال المرابط
وقدامه أوناحي وزياش وابراهيم دياز، كنقول انه غيكون يعني ثلاثي يعني منسجم وتيخلق يعني متاعب كثيره للمدافعين الخصم. مي كنشوف يعني ربما الى السويد الركراكي طبق على انه غيلعب أوناحي، لان تنعرفوا أوناحي كيميل من جهه لادروات فين تيكون حكيمي وتيكون زياش، وابراهيم دياز كنشوفو حتى هو كيميل داك الجهه مع ريال مدريد. يعني ربما كنشوف هذاك الانسجام يعني باش يعطينا حتى الليكيليبر للجهه اليسار اللي ربما كنشوفوها هي النقطه السلبيه للمنتخب الوطني منذ القدم. وكنتمنى ان شاء الله في قادم الوقت ان شاء الله نطرقوا لهذه المساله هذه، وان شاء الله ما يكون الخير ان شاء الله من القدام. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر ابوني باش يوصلكم كل جديد.